رئيس الأركان الإسرائيلي يرسل تحذيرا دراماتيكيا للوزير الأول نتنياهو وإلى كابينيت الحرب أو مجلس الحرب. تعودون إلى العملية العسكرية لأنكم لا تتخذون القرارات، القرارات مصيرية، الحكومة تدير التسحال وجهود الجيش الإسرائيلي سيزيفية. بدون عملية سياسية سنتحرك مجددا في غزة. في محادثات نهاية الأسبوع الجنرال أليفي رئيس الأركان رمى بكلماته الثقيلة في وجه نتنياهو، هكذا تعبر القناة 13. أليفي: نعمل مجددا في جباليا لأن لا إجراء سياسيا اتخذ، لأننا يجب أن نعمل ونعمل من أجل تفكيك حماس. وطالب العسكريون نتنياهو بأخذ قرارات وصياغة استراتيجية. ليس هناك قرارات بشأن اليوم التالي في غزة، وتعريض حياة مواطنين إسرائيليين للخطر، تقول القناة. وفي نفس الآن فالقناة 12 الآن هذا خبر حصري للقناة 13. أما القناة 12 فأشارت إلى عقد جلسة دون نتنياهو قادها جالانت، وشملت جلسة نقاش استراتيجي بخصوص رفح، وحدثت مواجهة حادة ما بين كل من نتنياهو وجالانت، وهناك غضب من جالانت لأسباب شخصية تقول القناة. وفي ضلع ثالث للأزمة فإن سموتريتش لا يريد أن يوقع على صفقة جالانت. ببساطة شديدة فإن صفقة الطيران للآف 35 والآف 15 ستضاعف إن لم توقع بعد شهر. يريدون الهزيمة، يقول سموتريتش، كي يغيروا الجيش. والآن هناك من يريد أن يغير الجيش في واقع الأمر إلى ميليشيات. في الضلع الرابع نجد بايدن في علاقة متوترة مع نتنياهو. في واقع الأمر هذا لا يمس بأي حال الجسر الجوي القائم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل. الكل تحت تصرف الإدارة الأمريكية إلا من بعض القطع. تقول الواشنطن بوست: وعدت واشنطن إسرائيل بنقل معلومات، هذه المعلومات يعتبرها على الأقل نتنياهو بأنها مصرية تمر الآن فقط عبر الأمريكيين، وبذلك فلا قيمة لها. الأمر يتعلق بالميدان ولا شيء غير الميدان. في أهم ما أورده الأمريكيون وسربوه فقد قدمت واشنطن مساعدات قيمة. وبخصوص تحديد الأنفاق، أنفاق قادة حماس، وهذه من معلومات دقيقة رأى اليوم الأمريكي حجبها. مهم جدا الآن أن هذه المعلومات حسب الإسرائيليين مجرد معلومات مصرية، يريد من خلالها الأمريكي أن يعطي شيئا من غير كيسه، وفي نفس الوقت يمكن آنذاك الوصول إلى القادة وتصفية القادة، وبعدها يمكن الوصول إلى تفاهمات مع مصر. أما على الأرض وانطلاقا من الزيتون من شمال غزة فإن أرييل زيم من حال لقي حتفه، هذا يعني أن هناك مواصلة للعمليات وبشكل قوي للغاية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. هل هناك أزمة أم لا؟ هذا هو السؤال المطروح الآن بين الأمريكيين وما بين الإسرائيليين بعد أن قدم الأمريكيون ما سموه بالصفقة. الصفقة اليوم لدى الأمريكيين كما دفعوا إليها إطلاق جميع الأسرى وآنذاك وقف إطلاق النار
الشامل والكامل. هذا ما صرح به بايدن قبل قليل، يعني أن الأمر يتعلق ليس بإطلاق سراح أي فلسطيني، إنما الأمر إطلاق جميع الأسرى في مقابل وقف إطلاق النار الشامل. إذن هذا قد يكون هو ما يريده الأمريكي اليوم، وما سلمه نتنياهو إلى بايدن. بايدن الآن يعود من خلال جالنت، وجالنت يحمل إلى أوستن كلمة واحدة: إطلاق جميع الأسرى في مقابل وقف إطلاق النار. وجالنت ما بعد جلسته الاستراتيجية حسم هذا الوضع، لن يتحرك الجيش إن أطلقت حماس آخر ما لديها، سيكون وقف إطلاق النار بشرف الجيش الإسرائيلي بعيدا عن الكابينات السياسي. إذن هذه أكبر أزمة ما بين جالنت وما بين نتنياهو. جالنت يخرج مباشرة وبعيدا عن أي ترتيب مع السياسيين، ويعطي فورا للأمريكيين هذه الصفقة، صفقة تتجاوز ما تحدث بشأنه كل من مدير السي آي اي والموساد الإسرائيلي وكل هذه الأجهزة. الآن فيه أمر واحد: مواصلة القتال إلى حين القبول بصفقة جالنت. صفقة جالنت السرية هي هذه التي تبناها تماما بايدن في مواجهة نتنياهو، لأن نتنياهو لا يرى على الأقل إلى الآن مثل هذا الترتيب. الجيش الإسرائيلي وبرئيس أركانه، الذي قلنا أن هناك كلمات ثقيلة في وجهه، كان واضحا أن الجيش يمكن أن يدير العملية بعيدا عن القيادة السياسية، ولأول مرة يقود الجيش مثل هذه العملية، وقف إطلاق النار بعيدا عن الساسة. ثانيا، أن هناك أيضا اعتبارات أخرى بشأن صفقة يراها على الأقل جالنت هي الأقرب الآن. ورئيس الأركان بعد الكلمات الثقيلة الموجهة إلى نتنياهو وقطيعة جالنت مع نتنياهو، كل هذا أي ما نقل عن القناة 13 والثانية عشر، هذا معناه أن هناك ترتيب عسكري من أجل إبعاد قرارات نتنياهو واتخاذ الجيش لكامل مواقفه، لأنه لا يستطيع أن يطلق الأسرى ببساطة شديدة، لأن هناك مفتاح لبن كفير، وبن كفير لابد أن يستجيب له نتنياهو قبل أن يطلق أي أسير فلسطيني. إذن عندما يذكر بن كفير فإن جالنت على طرف الخط الآخر. إذن لدينا هذا التدقيق. التدقيق الثاني أن جالنت لا يستطيع سوى إقرار وقف إطلاق النار عن طريق الأمريكيين مع إطلاق جميع الأسرى. إذن هذا هو الحل الوحيد الذي سيجعل أولا من إنقاذ قادة حماس أمرا مؤكدا، هذا يمكن أن يسلمه الجيش فورا. إذن الصفقة على الشكل التالي: أن يضمن الجيش الإسرائيلي لقادة حماس حياتهم في مقابل تسليمه كامل الأسرى وضمان حياة الأسرى. إذن بهذه الصفقة يمكن الوصول مع الضغط العسكري إلى آخر المربعات. إذن لدينا هذا التفصيل الشديد الأهمية بالنسبة لبايدن. أيضا ما حدث بين جالنت وما بين نتنياهو. نتنياهو اليوم هو ما بين جيش لا يستجيب له ويستجيب بحذر، وثانيا أن أي صفقة لابد فيها من إطلاق الأسرى، وإطلاق الأسرى لا يتم إلا عبر بن كفير، وبن كفير لن يقدم إلا ما يراه. لذلك فالأزمة هنا أزمة معقدة للغاية، وبالتالي فالجيش اتخذ هذه الخطوة المباشرة. من جهة ثانية هناك أزمة أخرى بالنسبة لاتهام أليفي رئيس الأركان بأن نتنياهو لا يقرر، فعلى الجيش أن يقرر. إذن هذا الذي يعطيه أليفي لجالنت من أجل
أن يكون له القرار، لأن نتنياهو لا يقرر. إذن الأمر هنا محسوم، لا بد من قرار في غزة، لا بد من قرار في الرهائن كما يسمونها، وغيرها من هذه التفاصيل التي يمكن اليوم تأكيده أن هناك فاتورة إضافية في الشمال، ويقصد تماما الجيش أمام عودته إلى جباليا، إعطاء جميع خسائره، كل ما من قتل في الشمال يعطى بالأسماء لسبب رئيس، لأن رئيس الأركان يرفض العملية الثالثة في جباليا، ويعتبر أن هذا وضعا غير طبيعي، لأن العملية الثالثة هذا معناه أن الجهود السيزيفية للجيش لا يمكن في أي لحظة أن تحرك الجيش كما ترى، لا بد من حل سياسي يدعم هذا النصر التكتيكي للجيش، وإلا سيظهر الجيش بأنه الأضعف. وما يعزز ذلك أيضا أن جنرالات الآن في التقاعد لديهم نفس وجهة النظر، فقائد فرقة غزة السابق أيضا قال بأن الدخول إلى رفح هو قضية سياسية ولا علاقة لها بالأمر العسكري. يعني الأمر ليس عسكريا، الأمر سياسيا، وهذا الذي خاطب به بشكل واضح غادي شامني عندما تحدث بشكل مباشر وقال إن الدخول إلى رفح دخول سياسي ولا علاقة له بالأمر العسكري. هذا يجعلنا أمام تكتل مباشر للجيش، تكتل واضح للغاية، يجعلنا أمام تفصيل شديد الأهمية بخصوص آخر التطورات. إذن بالنسبة لما عليه الحال الآن، فنحن نرى وبشكل مباشر أن الجيش الآن يضع إسرائيل في معادلات أخرى بعيدا عن حكومة نتنياهو، والسير العسكري يختلف جذريا عن السير السياسي، وعزل نتنياهو الآن عزل كامل، كما أن جالانت معزول ولو في صفقاته. هذا كله يجعل الجيش إما أن يتحول إلى ميليشيا يمينية متطرفة تقود ما تبقى من المعركة، أو أن الوضع سيذهب إلى اتجاه آخر هو الأصعب، أن إسرائيل تتمزق، أو تذهب إسرائيل إلى حالة من التمزق في واقع الأمر بعيدا عن التسويات التي يمكن أن يحدثها واقع الحال بعدم تجاوز الخطوط الحمراء للأطراف، فالكل يتحرك من دون أن يمس خطوط حمراء للطرف الآخر. أما بالنسبة لنتنياهو فهو تجاوز الخطوط الأمريكية الحمراء، والآن مع جيشه أيضا، وجالانت يحاول حصار هذا الوضع كي لا يؤثر على العمليات العسكرية في الشمال وفي الجنوب على حد سواء. وهذا معناه أننا نعيش تمزقا حقيقيا لأول مرة ما بين اليمين المتطرف وما بين قادة الجيش، قادة الجيش المؤسسة العلمانية التي تحاول حاليا أن تدافع عن استقلالياتها في هذه الظرفية على وجه التحديد. وبالتالي فإن التطورات الحاسمة تدفعنا إلى أكثر من تعطيل، لأن الخوف الآن وفي هذه اللحظات من الاستنزاف. عندما نرى الخيط الرابط أمام هذه المواقف، أمريكا تخاف من استنزاف الجيش الإسرائيلي، وأيضا الجيش يخاف من السيزيفية كما سماها بالحرف أليفي. إذن الاستنزاف أخذ يعطي أكله، واستمرار هذا الاستنزاف الذي قد يدوم بشكل أكبر هذا الذي دفع شارون إلى الانسحاب، والآن أليفي إلى التذمر، وجالانت إلى خطة أخرى تتجاوز الحكومة السياسية، كل هذا خشية الاستنزاف. اليوم الاستنزاف يعطي أكله في العلاقات ما بين أمريكا وما بين إسرائيل، في علاقات ليس بايدن كرئيس، إنما الإدارة الأمريكية، الدولة العميقة في أمريكا مع إسرائيل، وأيضا من داخل إسرائيل، لأن الجيش لا يستطيع أن يقود إلى أبعد حد هذه العقيدة السيزيفية للسياسي اليميني. وبالتالي فإن الجيش الآن في خطر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.